مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية. أقفل مؤشر البحرين العام بارتفاع قدره 0.9 عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقطاع الفنادق والسياحة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 278,293 سهما بقيمة إجمالية قدرها 62,805 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 27 صفقة. أكد متعاملون في قطاع صناعة المعارض على نمو القطاع بنسبة لا تقل عن 20% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وأشاروا إلى أن النمو الحاصل هو نتيجة للاستراتيجية التي انتهجتها مملكة البحرين في استقطاب المعارض الخارجية من جانب، وتشجيع المعارض الداخلية لعدد من الشركات، مما كان له الأثر الفاعل في النمو الحاصل. وبينوا أن زيادة حركة المعارض تسهم بشكل كبير في نمو الحركة السياحية الداخلية والخارجية، وبالتالي في مضاعفة الازدهار الاقتصادي الحاصل على كافة الأصعدة. ولفتوا إلى أن المرحلة المقبلة وبناء على المؤشرات الحالية من المتوقع أن تشهد نموا أكبر في قطاع صناعة المعارض.